سي عب الشاب عبد المحيط رزاني نبدو تعطينا وانت طبعا عضو التنظيمات الموازيه لحزب الاستقلال والجماعة المدرسيه والاستقلاليه، اعطينا واحد المقارنه بين تنظيمات الامس واليوم في حزب الاستقلال. السلام عليكم. اول شيء نشكر محمديه بريز على الاستضافه. ثاني شيء بالنسبه للتنظيمات الموازيه، انا بالنسبه لي من بدايه من 1998 صراحه تلاقينا احنا تنقول احنا انا من الجيل المحظوظ. علاش؟ لان تلاقينا مع وطر كفاه ومناضلين اللي لقيناهم مباشره، لقينا مولاي عربي زروالي، لقينا اخوان يعني اطر تدخل مدرسه تتعلمك تتعلم العمل السياسي المحض بلا يعني بالتاريخ الحقيقي، والمناضلين تتشوفهم وعشتي معاهم وتعلمتي معاهم. ما كاينش حنا اصلا مسالمين، تعلمنا نناقشوا، تعلمنا الحوار، تعلمنا. وانا اتحدى اي شخص اي تنظيم حالي كاين دابا يجي يبرك معنا في لاطاب ويدير معنا مائده مستديره ويناقش معنا. ننتقلوا لايت الحاج قدور رشيد على الاستقلال بمدينه المحمديه، نبغوا نعرفوا اولا ممكن دير لنا واحد المقارنه بين حزب الاستقلال ايام ما كنتم مستشار جماعي بجماعه المحمديه وحزب الاستقلال الان. في الفترة 1997 كان الحزب الأوج عطاؤه بقيادة مولاي العربي الزروالي، حيث فاز الحزب الانتخابات الجماعية والبرلمانية. حصل لي الشرف إن كنت ضمن المستشارين الجماعيين لحزب الاستقلال. أما الآن فالوضعية للحزب لا تبشر بخير، هناك فتور وتدني. أتمنى أن يأخذ الحزب طريقه صحيح. اسماعيل غروابي ابن المناضل الاستقلالي المرحوم بوشعيب غروابي، نبغيو نعرفوا اشنا هو سبب التحاقك بحركه الهوادة المحمديه. هو في حد ذاته اختصار التحقت بحركه الهوادة لسبب. السبب هو حاليا حزب الاستقلال والامل العامه التغيير ديالها. لسبب هو اخذ قرارات انفراديه سلطوي عنصري. هذا هو السبب الاصلي علاش وصل حزب الاستقلال لواحد الحاله يرتلاها. والدليل على ذلك هو من النتائج اللي حصل عليها حاليا. هذا هو السبب الحقيقي. كيفاش شفتي موقع امس؟ موقع الحبس هو رؤيه انه هذه من السياسه ديال الامانه العامه ديال الحاليه اللي شاده حزب الاستقلال، انه كتبغي تستولي بوحدها على بالقرارات ديالها الانفراديه بالامور ديالها بوحدها، حتى واحد ما يتدخل فيها. انه مدور به المفسدين الخونه السلطوي عنصري. واش كتشوف هناك امل في اصلاح حزب الاستقلال خاصه بمدينه المحمديه من خلال حركتكم لها هذا؟ من طبيعه الحال مهما دخلنا لحركه لها هذا والا كنطالبوا بالتغيير وغنبقاو بالتغيير حتى نتصلوا به. شكرا. نمشيو للسي بوشعيب المخربش، طبعا انت عضو مكتب فرع لها هذا، وكنتم كاتب اقليمي سابق للاتحاد العام وهو من روافد الحزب. نبغيو نعرفوا اشنو هو الطموح ديالكم من خلال لهوادة المحمدية. اولا قبل كل شيء لانه الوقت اللي كنت مسؤول نقابي داخل الاتحاد العام الشغالي بالمغرب بالمحمدية، اولا كانت الاتحاد العام هي من روافد الاساسية لحزب الاستقلال من مدينة المحمدية. واخص بالذكر لانه الوقت اللي خدينا زمام الامور خدينا المسؤوليه بانه لا النقابه ولا حزب الاستقلال اللي كان انذاك امينها العام كان هذاك حزب الاستقلال الامين العام ديالو وكان هو محمد الاخ محمد بوستا، وما ادرك ما محمد بوستا، لانه الوقت اللي كان محمد بوستا في عهد محمد بوستا وفي عهد عباس الفاسي وكاع المناضلين وكاع الامناء العمود دازك كانوا مدرسه. في اطار الوقت اللي كان عبد الرزاق قفيله اللي كان هو الكاتب العام ديال الاتحاد العام كان مدرسه، كان كيكونوا كيأطروا ما كيديروش هاد البلطاجيه. الوقت اللي خدينا حنا زمام الامور مشينا تربينا وتكونا على اساس بانه نواكبوا السير ديالهم، والحمد لله الوقت اللي خدينا المسؤوليه حصلنا على 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 داخل المحمديه حصلنا على جوج نواب برلمانيين بما فيهم الاخ المرحوم العربي الزروالي وبما فيهم عبد الله قبور.
بمعنى بانه الوقت اللي خدينا المسؤوليه لانه خديناها عن جداره واستحقاق، ماشي خديناها بشراء الدمام، ما خديناهاش بانه باش نكون مسؤول نعطي المنصب من اجل المنصب. ثانيا نعم. الوقت اللي خدينا المسؤوليه دينا 18 مقعد، وهذا كان حديث حدث باريس في مدينه المحمديه. مع العلم بانه الان الوقت اللي كنشوفوا الان هذه المسؤوليه داخل مدينه المحمديه، الناس ملي كيشري هذاك المنصب ديالو، وخير دليل هو ما شفنا البارح بانه الوقت اللي كان هذا المؤتمر الاستثنائي لانتخاب اعضاء ديال جمعية الهوادة اللي هي للدفاع عن ثوابت حزب استقلال وللدفاع عن ثوابت مصلحة المواطنين، بمعنى بأنه الوقت اللي كنشوفوا هذا الشيء تغيير رأسا على عقب، بأنه كل ما هناك بأنه فشل في فشل، وخير دليل هو بأنه الوقت اللي جات البلطجية بانه باشهاد ان هذوك الاخوان يبقاو محافظين على المناصب ديالهم لا للتغيير، ولكن احنا في هذا خوف لانه خوفا لازاحه المناصب ديالهم. اذا احمد السبعي العضو في حركه الهوداء المحمديه، عندكم اضافه؟ الاخ اللي بغيت نضيف هو اننا احنا تنقول امام الاخوان اننا مستعدين ندفع من نضالنا بالتقسيط المريح. وبغيت نختم بواحد القصيده الزجاليه الا كان ممكن. هذه موجهه بين مزدوجتين الامين العام للحزب باش نذكر سميتو، ديبنا بصحابه كتافو سخان والدم في نيابه، النعره خدامه في كلابه، ديبنا فيه البلدي والبراني، ديبنا مسيف ماشي وحداني، خالق عرصه عامره دياب، الى غاب الاول ينوب الثاني. انتهى. كيف يفهم هذا السيد هذا، طبعا اللي هو ما قدرتيش ربما ولا ما بغيتيش تذكر الاسم ديالو، كيف يفهم هذه القصيده؟ هو اولا سياسي، واذا كان السياسي محنك يجب ان يلتقط الاشاره. هذا ما يمكن قوله. اذا غادي ننتقلوا للشاب عبد المغيث الرزاني، طبعا حتى انتم عندكم اضافه ختاميه بالنسبه للاضافه اللي غادي نقول. كاي منزل، كاي اسره، كاي اصدقاء، ضروري كاين الناس اللي مزيانين، كاين اللي مزيان، كاين اللي تيخطا، كاين اللي بغيت نشير ليه هو السبب ديال 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 اننا في خلاف مع هاد الناس هادو. شنو هو خاصه في مدينه المحمديه؟ من بعد ان شاء الله منين ناخذوا الحزب ان شاء الله ديالنا هنا، يجيو عندنا باش يشوفوا الفرق ويتعلموا. اذا نتمنى لكم التوفيق، وغادي نختموا مع عبد الرزاق وزين المنسق المحلي للهوداء المحمديه، نكون عارفوا شنو هو افاق لهوداء بمدينه المحمديه ولهوداء الوطنيه. طبعا لهوادة على المستوى الوطني الكل ينخرط، يعني من طنجة إلى القويرة، ومطلبنا واحد هو أن ما يسمى بالأمين العام للحزب الاستقلال أن يتحمل مسؤوليته وأن يتحمل كلامه الذي صرح فيه عبر قنوات عمومية، وهو الاستقالة إن لم يحصل على المقعد الأخير. ونكسة 4 شتنبر 2015 لدليل قاطع، وفشله في عقر داره لدليل كبير على أنه الشعب المغربي خاصة بمدينة فاس عاقبك وحاسبك، تحمل المسؤولية ديالك، وكما تقولوا أعطي الاتساع لحزب الاستقلال وخلي الاستقلال من الاستقلاليات. أنا أقول للجميع هو يستقل، والجميع أنه يترص ويدير الصفوف من أجل أن حنان حزب الاستقلال أسوا ناس على وضوء، وناس يخافون الله ويشتغلون في سبيل الله ماشي لشي حاجة أخرى. لا تفوتني الفرصة أن أشكر أستاذي الفاضل هشام العبد اللهوي اللي في حقيقة اللي تحمل مشاق تنسيق فبيناتنا، حتى أننا خرجنا لوجود الفرع المحمدية ديال الهوادة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن جميع الاستقلاليين والاستقلاليات. إذن كنشكركم على يتسمح لنا أن نخصبوا بالنشيد. ممكن شكرا. ما
مغربنا وطننا روحي فداه، ومن يدس حقوقه يدق رداه. مغربنا وطننا روحي فداه، ومن يدس حقوقه يدق رداه. دامي له روحي له، وما ملاك في كل آن للحرية جهادنا حتى نرى، والتضحية سبيلنا إلى لقاء. للحرية جهادنا حتى نرى، والتضحية سبيلنا إلى لقاء. وحسبنا إيماننا هو القرآن هو العتاد. لنرعب كيد الأعاد، لكن نزيد تفانيا في الاعتقاد. لنرعب كيد الأعاد، لكن نزيد تفانيا في الاعتقاد. وما السوس وما المال غير السبيل إلى النجاة. إلى الحمام تقدموا بني المنال، نبعث فخار قومنا بالاتحاد. إلى الأمام تقدموا بني البلاد، نبعث فخار قومنا بالاتحاد. بحزمنا وعزمنا نعيد فخار هذه الديار. صوت الضمير صوت البلاد دوما ينادي، إلى الأمام تقدموا بني البلاد. صوت الضمير صوت البلاد دوما ينادي، إلى الأمام تقدموا بني البلاد. وردينا بحزبنا، وردينا بحزبنا، يحيى الوطن يرحم الله. نشكركم على النشيد ديال الحزب الاستقلال، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج ملفات ساخنة. دمتم بخير.